أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، الحوثيون يطلقون الأعيرة النارية أثناء نقل مشتبه بإصابته بكورونا. بي بي سي يعلق اليمن يحبس أنفاسه تحسبا لأزمة لا توصف. في أخبارنا المنوعة، اليمنيون يهتمون بفحص القات أكثر من التزامهم بإجراءات الوقاية من كورونا. أهلا بكم. بطريقة مختلفة عن كل ما يجري في العالم، يتم التعامل في صنعاء مع المشتبه بإصابته بكورونا باستخدام البندقية، حيث يعنون موقع المصدر أونلاين بالكلاشينكوف. هكذا يقوم الحوثيون بجلب المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في صنعاء. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد أفراد فرق الاستجابة الميدانية في صنعاء الخاضعة للحوثيين مرتديا ملابس الوقاية الخاصة وبيده سلاح الكلاشينكوف قبل أن يباشر بإطلاق أعيرة نارية خلال عملية نقل حالات اشتباه مصابة بكورونا. وقال المدنيون إن فرق الاستجابة الطارية التابعة لسلطة الحوثيين أغلقت أحد الشوارع الصغيرة في أمانة العاصمة بأطقم صغيرة ترافقها سيارة إسعاف وباص نقل قبل مداهمة منزل يعتقد أن أحد المشتبه إصابتهم بكورونا متواجد فيه. وعلى مدى الأيام الماضية تتناقل وسائل الإعلام أنباء عن عمليات مداهمة يقوم بها الحوثيون للأحياء والمستشفيات وينقلون بصورة لا إنسانية مواطنين قد يكونون حاملين للفيروس. يشعر سكان العاصمة اليمنية صنعاء بالخوف من تفشي الفيروس في ظل تعتيم الحوثيين على أي معلومات حول حالات إصابة جديدة، وعنون موقع يمن مونيتور. سكان صنعاء يخشون تعتيم الحوثيين على معلومات تفشي كورونا. وتحدث سكان في صنعاء عن حملة للحوثيين لاحتجاز أشخاص من منازلهم أو فرض حجر صحي عليهم خلال الأيام الماضية دون الإعلان عن أي حالة إصابة. وقال محمد علي الذي يسكن في حي السنينة ليمن مونيتور إنه جرى أخذ عائلة جيرانه إلى الحجر الصحي في أحد الفنادق في العاصمة صنعاء خصصها الحوثيون للحجر الصحي. وأضاف علي: جميعنا خالطنا الجيران، ما يعني أن الحي موبوء إذا ثبتت الإصابة. وقال مصدر أمني في أحد أقسام الشرطة في حي هايل إنهم قاموا بدوريات اعتقال وتنفيذ حجر لمجموعة من الأشخاص خلال الأيام الماضية بعد اشتباه بحالة إصابة في أحد المستشفيات. وقال الموقع: الرعب تفشى بين السكان إذ لا يثقون في الحوثيين ويصدقون ما ينشر بين العامة. كيف نتجاوز محنة كورونا؟ تحت هذا العنوان كتب أحمد عثمان مقاله المشهور في موقع الصحوانات. في مثل هذه الظروف، ظروف الجوائح، علينا ألا ننتظر، بل واجبنا أن نقوم بعمل ما يمكن عمله بهدوء واطمئنان. النظافة والتباعد الجسماني والابتعاد عن الزحام وعدم الحركة إلا للضرورة والتوقف عن المصافحة من أجل حماية السلام والسلامة، ثم الاجتهاد والاهتمام بتجهيز ما يمكن طبياً من قبل المسؤولين، وهي أمور سهلة وممكنة لو اقتنعنا بأهميتها حتى دون أن نعطل الأعمال والمصالح. الحياة ستمضي وتنتصر، والجوائح ليست أكثر من فتات متساقط على قارعة الحياة. من المهم الحذر من الوقوع في الذعر. الذعر مثل عدم المبالاة، جائحة مميتة بحد ذاتها. لنثق تماماً بأننا سنتجاوز المخاوف بعد اتخاذ كل التدابير الممكنة دون تقصير أو إهمال. حتماً سنعبر إلى ضفة الأمان وسنتجاوز كل المخاوف، ففي تدابير السماء ما لا ندرك من الحكم، وفي كل مكروه خير مولود، وفي كل منحة منحة قادمة، ومن قلب الصخور يخرج الماء العذب، ومن بين أجنحة الأعاصير يهطل الغيث، وفي غسق الليل بشرى فجر باسم بالنور والحركة والحياة.
ينبه موقع المشاهد نت إلى واحدة من المخاطر التي تواجه اليمن، حيث ما زالت قوارب نقل المهاجرين غير الشرعية تصل إلى سواحل البلاد. وعنوان الموقع: استمرار تدفق الأفارقة عبر مناطق الساحل الغربي. وأبدى مواطنون في مديرية المخا غرب محافظة تعز تخوفهم من انتقال فيروس كورونا إلى مديرية المخا وكافة المديريات الساحلية من خلال استمرار تدفق الأفارقة عبر البحر. وأكدت عدة مصادر محلية للمشاهد في مديرية المخا وذباب أن كل الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل السلطات المحلية والقوات المشتركة في مديرية الساحل الغربي بقيادة طارق صالح لم تنفذ لوقف استمرار وصول الأفارقة إلى اليمن. وأضافت هذه المصادر أنهم شاهدوا العشرات من الأفارقة القادمين بالتهريب عبر البحر وصلوا إلى سواحل مديرية ذباب ولم يتم نقلهم إلى الحجر الصحي أو حتى إيقافهم من قبل النقاط العسكرية على طول الخط الإسفلتي الساحلي الذي يربط مديريات الساحل الغربي الأربع مع مدينة عدن ولحج. وكانت قيادات عسكرية قد أعلنت في أوقات سابقة في تصريحات للمشاهد أنها سوف تقوم بحملات لمراقبة السواحل ومنع وصول الأفارقة عبر التهريب إلى اليمن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. في ظل سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن وإيقاف كل ما له علاقة بمؤسسات الدولة، كيف يسير الوضع الصحي هنا؟ عنوان موقع الصحوانت: أغلب مشافي عدن تغلق أبوابها وتفاقم الوضع الصحي في المدينة. وقال الموقع إن عددا من المستشفيات الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن أغلقت أبوابها أمام المرضى، في حين غادرت الطواقم الطبية من المستشفيات الحكومية بعد تسجيل أول 5 حالات كورونا في المدينة. وقالت مصادر محلية للصحوانت إن نحو 90% من المستشفيات الخاصة والحكومية من مستشفيات عدن أغلقت أبوابها أمام المرضى بسبب نقص وانعدام التجهيزات ووسائل الوقاية الخاصة بمواجهة وباء كورونا. وأضافت المصادر أن أقسام الطوارئ في مستشفى الجمهورية التي تعد أحد أكبر المستشفيات المدينة خلت من المسعفين والممرضين والأطباء بسبب مغادرتهم المستشفى خوفا من أن يتم نقل الحالات المصابة إليه. ظاهرة إغلاق المشافي لاقت استنكارا شعبيا وسخطا واسعا، معتبرين هذه التصرفات حكما بالإعدام على آلاف المرضى ممن هم بحاجة لرعاية صحية عاجلة، ومطالبين السلطة المحلية والحكومة الشرعية بالتدخل. عن الحالة التي يمر بها مريض كورونا كتبت الممثلة الكوميدية وفنانة من بنات السلام والناشطة المستقلة نعوم شوستر مقالها المعاد نشره في صحيفة الغد. بعد 4 أيام من وصولي إلى المنزل بدأت في المعاناة من أعراض كوفيد-19 جميعها، بما في ذلك الحمى والرعشة وآلام العضلات والإرهاق الشديد وفقدان الشهية. لم أستطع أن أشم أو أتذوق أي شيء، وكنت أعلم أنني مصابة بالمرض حتى قبل أن تظهر نتيجة الفحص الإيجابية. لم يبدو ذلك مثل الإنفلونزا مطلقاً. شعرت أن النار تشتعل في جسدي وأنه يحترق من الداخل. كان الألم شديداً لدرجة أنه أغمي علي في إحدى الليالي، ولا أتذكر أنني التقطت الهاتف واتصلت بسيارة الإسعاف. لم يتمكن والدي من الاقتراب مني، على الرغم من أنهما كانا معزولين في غرفة منفصلة وعلى بعد خطوات فقط. كان الشعور بالعجز مؤلماً لهما كما كان بالنسبة لي. أخذتني سيارة الإسعاف إلى المستشفى، حيث وضعني الأطباء على دعم الأكسجين لمدة 24 ساعة، وساعد ذلك بشكل كبير. أنا في 33 من العمر وصحتي جيدة. لا أستطيع أن أتخيل ما يمر به الأشخاص الأكثر ضعفاً أمام هذا المرض. إنه لئيم، قوي وبالغ القسوة. يعاني النظام الصحي في اليمن حالة من الانهيار تجعل البلد عاجزا عن التصدي لانتشار فيروس كورونا. وتعنون شبكة البي بي سي البريطانية: فيروس كورونا، اليمن يحبس أنفاسه تحسبا لأزمة لا توصف. شلال حاصل، وهو طبيب مسؤول في إدارة مراقبة الأوبئة في محافظة لحج، اعتاد في وظيفته رصد تفشي وباء الكوليرا، لكنه الآن يعمل على مدار الساعة للتأكد من استعداد اليمن لمواجهة مرض كوفيد-19. وعلى الرغم من أنه شاب في الثلاثينيات من عمره،
فإن اليأس باد عليه. يقول شلال: ستتكشف الحال المتدهورة للنظام الصحي في اليمن لا سيما بعد الصراع والحرب. المستشفيات هنا محدودة وتعوزها المعدات اللازمة لاستقبال مصابين بفيروس كورونا. ودلل شلال على كلماته بعدد من الصور يظهر فيها أطباء يرتدون سترات مهلهلة وكمامات بدائية، ويصف شلال: نفتقر إلى معدات الحماية الشخصية المناسبة. فرق الاستجابة السريرية تلقت تدريبا على التعامل مع حالات الإصابة بكوفيد-19 لكنها لا تمتلك معدات الحماية الشخصية. منظمة الصحة العالمية تساعد في تجهيز 37 مما تسميه مراكز عزل بالمعدات والطواقم الطبية في اليمن. بعض هذه المراكز كان مرافق صحية وأعيد تجهيزها، والبعض الآخر كان أبنية قديمة حولت إلى مستشفيات مؤقتة. لكن هناك أيضا عوامل نقص أخرى. يقول الطبيب: ليس لدينا أجهزة قياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وهناك عجز أيضا في أجهزة التحاليل اللازمة للتشخيص، بل إنه لا توجد حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات المشتبه بها. محمد الشماع من منظمة أنقذ الأطفال يقول: يمكنك رؤية الخوف باديا على وجوه الأطباء. لدينا بعض الأطباء في مستشفى أو اثنتين أبعدوا حالات أمراض تنفسية عادية تخوفا من فيروس كورونا، لأن هؤلاء الأطباء ليس لديهم معدات وقائية مناسبة. الأكاديمي الخليجي المعروف محمد صالح المسفر كتب مقالا عن ما يجري في عدن، ناصحا ما يعرف بالمجلس الانتقالي بالعودة إلى البلاد وترك العمل لصالح الخارج، وأضاف في مقال نشرته صحيفة الشرق: يا أهل اليمن الميامين، تتناحرون ويقتل بعضكم بعضا، أحدكم في الرياض ينشد ودها، والآخر في أبوظبي جاثيا على ركبتيه، خانعا ضعيفا مهانا، حتى ولو ركب طائرة خاصة أو سكن في قصور فارهة. كل هذه الوجاهة ستسقط وتزول بزوال رضا هذه العاصمة أو تلك، ما أسرع أن تنقلب أمزجة أولئك الحكام في تلك العواصم. نذكر أن دعاة الحكم الذاتي الإدارة الذاتية هم أكثر الناس فشلاً في الإدارة، وذلك عن تجربة. تذكرون أين انتهى المطاف بقيادات أكثر منكم قوة وشعبية؟ أذكر منهم شاه إيران وهيلا سيلاسي وماركوس وحسني مبارك وزين العابدين بن علي ونريقة وغيرهم. أما آن لكم أن تتعظوا وتعودوا إلى رشدكم ووحدة بلادكم، والإنسان قيمة في وطنه وبين أهله، وأنتم قبلتم على أنفسكم أن تكونوا خدما لمصلحة آخرين، سرعان ما يفترسونكم في الوقت المناسب لهم. ماذا أصاب القادة الميامين في الرياض؟ إنهم مرتبكون سياسيا واقتصاديا وصحيا وأمنيا وعسكريا، إنهم يملكون أعظم جبخانة سلاح، ويملكون سلاحا متطورا برا وبحرا وجوا طبقا لبياناتهم. ألا يستطيعون حسم المعركة في اليمن لصالحهم وصالح حليفهم عبد رب منصور هادي الذي وضع مفاتيح اليمن بأيادي القيادة السعودية؟ إن بيانات المسؤولين السعوديين التي صدرت عندما أعلن المجلس الانفصالي عن تشكيل إدارة ذاتية وحكم انتقالي في عدن مخيبة لآمال اليمنيين ومحبطة لهم بكل طوائفهم. إن التحالف بقيادة السعودية يكيل بمكيالين مختلفين، إنهم يحاربون الحوثي في الشمال لخروجه عن السلطة الشرعية، وفي الجنوب يساوون بين الشرعية والخارجين عليها الانتقال في عدن. أليست السعودية قادرة على فرض إرادتها على قادة الميليشيا الانفصالية في جنوب اليمن التابعين لها ولحلفائها في أبوظبي، وفرض القانون بالقوة المسلحة أو الناعمة، وأقصد تجفيف الموارد المالية عن هؤلاء الانفصاليين وتجريدهم من السلاح المسلم لهم؟ في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لاكروا الفرنسية: في اليمن لا يوجد احتواء لمتعاطي القات. وقالت الصحيفة: لا أقنعة وبالكاد بضع بوصات تفصل البائعين بالزبائن في سوق مزدحمة في صنعاء.
عادة ما يكون اليمنيون الذين يريدون شراء القات أكثر انشغالا في فحصه من مراعاة القواعد الاحترازية ضد الفيروس التاجي الجديد. يقول التقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس: في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية يعد استهلاك هذه الأوراق الخضراء الصغيرة ذات الآثار المبهجة جزءا من الحياة اليومية. يزور علي الزبيري سوق القات في العاصمة صنعاء كل يوم. بالنسبة له من المستحيل أن تغلق الحكومة سوق القات هذا، لأن اليمنيين يعيشون على القات كما هو الحال في شرق أفريقيا وخاصة في إثيوبيا. لا تزال شعبية القات قوية في اليمن. تقدر منظمة الصحة العالمية أن 90% من الرجال البالغين يمضغونه 3 إلى 4 ساعات في اليوم. ويصف المحرر ما يحدث في أسواق القات: يقوم أحدهم بإخراج أكياس بلاستيكية صغيرة من أوراق القات، ينشرها بدقة لإظهار جودة بضاعته للزبائن. الزبائن أيضا معظمهم من الرجال، يتدافعون ويسلمون المبالغ في دولة ذات اقتصاد متهالك. بدأ الكثيرون في بيع القات من أجل تحسين الدخل. هذه هي حالة أحمد صالح، مدرس سابق في مدرسة عامة لم يحصل على راتبه منذ 4 سنوات. إغلاق السوق بسبب الفيروس التاجي سيؤدي إلى المجاعة. القات هو مصدر الدخل الرئيسي للعديد من اليمنيين كما يقول. وقالت الصحيفة إن باعة القات وتحسبا لإغلاق الأسواق بدأوا بوضع حلول منها: التوصيل للمنازل، وهو الذي تم تطويره في جميع أنحاء العالم في مواجهة الاحتواء أو في مواجهة الحظر، لكنه في اليمن يتخذ شكلا آخر. قاتي يصل إلى منزلي. كشفت دراسة جديدة رائدة أن الأرض تتعرض لهجوم مستمر من الفضاء، حيث تمطر السماء 16,000 كيلوغرام من المواد الفضائية على كوكبنا كل عام، وفقا لموقع روسيا اليوم والذي عنوان دراسة: كرات نارية ضخمة تضرب الأرض في هجوم فضائي مستمر. وذهب فريق من علماء المملكة المتحدة إلى القارة القطبية الجنوبية للبحث عن النيازك من أجل معرفة عدد المرات التي تتعرض فيها الأرض لقذائف فضائية. واتضح أن ذلك يحدث طوال الوقت، حيث كشفت حساباتهم أن أكثر من 16,000 كيلوغرام من مواد نيزكية بكتلة تزيد عن 50 كيلوغراما للمادة الواحدة تضرب الكوكب كل عام. وعند تضمين مواد أصغر في الحسابات يصل الرقم إلى إجمالي مذهل يبلغ 40 مليونا، ولكن هذا يتكون في الغالب من غبار الفضاء الناعم الذي لا يمكن أن يسبب أي ضرر. حلقت طائرات سلاح الجو الهندي على ارتفاع منخفض فوق أكثر من 12 مدينة اليوم الأحد في إطار حملة وطنية أطلقتها القوات المسلحة لتوجيه الشكر للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من موظفي الخدمات الأساسية الذين يحاربون تفشي فيروس كورونا. ونثرت طائرات الهليكوبتر الزهور على المستشفيات، فيما هتف الأطباء والعاملون الطبيون الآخرون الذين كانوا يرتدون الملابس والأقنعة الواقية وسط عزف فرقة عسكرية. مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة القدس العربي نتابعها في هذه الجولة. عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة.
بهذه الرسومات نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.